هذا سائل يقول في منطقتنا كثيرا ما يقولون في اكرام الضيوف عليك وجه الله ان تقلط عندنا ما يجوز هذا ان تجعل الله شفيعا عند المخلوق ها يجوز لا يجوز ان تستشفع بالله عند المخلوق لان المشفوع عنده اعظم من الشافع وهذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى نعم